أنا باعتقادي الشخصي أن الخلفاء الراشدين كانوا يعتقدون بأن الزمن سوف يسير مسيرة طويلة في قضية أمن وأمان رئيس الدولة. لم يكن لديهم حرس. ترى لا عمر ولا عثمان ولا علي كان يسير وجنبه قوات أمن أو قوات الحماية، قوات الحرس الأميري، قوات الحرس الوطني، حرس ملكي، حرس جمهوري، ما كان عندهم هذا الأمر. كان يسير. فالوصول إليه وقتله أو طعنه ترى سهل جدا. ما حد كان يمنعك من الوصول إلى عمر أو الوصول إلى عثمان. تستطيع أن تمسكه بأي مكان وتقتله إذا تريد أن قتله، أما بآلة حادة وما بسهم، وحتى في المر المعاصرة بقتل بالرصاص. لم يكن هناك حماية. هذه الحماية لماذا لم يعملوا حماية؟ لأنهم لم يكن يتوقعون أن هذه الأمور سوف تحصل في الحياة. لأنهم كانوا ينظرون نظرة أن ذهب ذلك الزمان اللي كان فيها نوع من الاغتيالات اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر من 11 محاولة اغتيال حصلت في حياته، طبعا من اليهود وبعض المنافقين وبعض الكفار وكذا. لكن في الدولة الإسلامية أيخشى أمير الدولة أن يغتال من بعض رعيته من المسلمين؟ نعم. وهذا اللي حصل ما كان بالحسبان بالنسبة للخلفاء الراشدين.